أكد سعادة السيد علي الشهابي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى على ضرورة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين كافة الدول سيما في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأشار الشهابي إلى أن مملكة البحرين ومن خلال الرؤى الملكية النيرة لجلالة ملك البلاد المعظم تسعى لتعزيز علاقاتها مع جميع الدول وفي مقدمه هذه الدول جمهوريه الصين الشعبيه الصديقه. جاء ذلك خلال كلمه القاها سعادته في الجلسه الختاميه للمنتدى الثالث للشباب الصينيين والعرب بمدينه تشوهاي في جمهوريه الصين الشعبيه الصديقه. واشار الشهابي الى ان مملكه البحرين بقياده جلاله ملك البلاد المعظم وبدعم من سمو العهد رئيس مجلس الوزراء حرصت على بناء علاقات متميزه مع الصين والعمل على ترسيخ دور المملكه في دعم اواصر الصداقه والتعاون بين الصين والدول العربيه والخليجيه.